لا مش مفهوم، مش مفهوم نهائي، ومش مفهوم ابدا على حكايه عمر ناصر دي من اول الموضوع. وحان الوقت ان انا اعرف اللي ما اعرفوش. شكلكوا كده انتوا الاتنين بتكذبوا عليا، مخبيين عليا حاجه. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، ان كل سر مش ممكن ابدا يفضل للابد سر، لازم يجي الوقت المناسب ويتعرف. وجه الوقت المناسب علشان تشركوني فيه، والا هتحصل كارثه، وساعتها ما اعرفش اذا كنتوا هتخرجوا منها ولا لا. يا بابا مفيش موضوع اصلا، الحكايه كلها اتهام غلط مش اكتر. الله، ده انتوا مصرين بقى ان انتوا تخبوا عليا براحتكم. براحتكم حبيبي، بس انا بقول لكم اهو، لو الكارثه حصلت انتوا احرار، والله العظيم احرار. لان ساعتها لو حاولت ان انا هساعدكم هيبقى الوقت فين؟ ده خلص، انتهى. استغفر الله العظيم. يا بنتي افهميني، انا لغايه دلوقتي واقف جنبك وعايز اساعدك. وانا الاول مره اقولها لك يا استاذ جبر، خليك في الضلمه المره دي، الموضوع اكبر مني ومنك ومن اي حد. يعني ايه؟ يعني دي لعبه كبيره قوي. كفايه ان اقول لك ان طليقه عمر نصر وجوزها كانوا موجودين معايا ومتهمين بنفس التهم. يعني قصدك تقول ان تلفيق؟ اقصد ان اللي خصنا منها كاعلام بيحاول يكون محترم اننا نوصل الحقيقه للناس. ودي نعملها ازاي بقى يا بطله؟ انا بقالي كام يوم شغاله على موضوع مهم، هخلصه واسلمهولك، وكده هبقى رضيت ضميري. وصدقني سمعه الجنار مش في انه يتقبض على حد ولا انه يطلع براءه، سمعه الجنار في احترامه للقارئ ومصلحته. عشان كده انا عايزاك بس تساعدني وتنشره. الموضوع عن ايه ان شاء الله؟ مش هقدر اقول لك حاجه دلوقتي، انا هخلصه واسلمهولك. شكلك شاغل دماغك بالقضيه دي زياده، سامح باشا. يعني نعمل ايه؟ نلبس طرح ونقعد في بيوتنا احسن ولا ايه؟ اولا شكلك هتعمل مشكله مع ناس لا انت ولا احنا كلنا قدهم. ثانيا وارد قوي يكون التسجيلات دي مدسوسه عليهم. ولو حقيقي؟ ما هو لو في دليل اقوى من التسجيل دوت، لا حلم ولا لا تخن منه هيفتح بقه. وهتجيبه منين الدليل ده؟ هدور عليه وهلاقيه. فهمني ايه اللي في دماغك؟ مفتاح اللغز دوت مش عند التلاته اللي كانوا هنا، لا عند الرابع اللي اتصلوا بيه واستنجدوا بيه ساعتها. يحيى العسال؟ الله ينور عليك يا ابو حميد، الدليل عند يحيى العسال. فوق يا عمر. انت عمر فوق، مفيش وقت. انت وديت الورق فين؟ رقم الرصيد وديتهم فين؟ بطل بقى تلعب دور البطل. انت عايز ايه؟ عايز ايه يا اخي؟ انت عايز تقنعني ان انت عايز تقضي الباقي من عمرك في البلد دي وسط الذل والقهر والفقر والزباله؟ انت مش عايز تفهم ان انت حتى لو رجعت كل المليارات دي مفيش اي حاجه هتتغير في البلد دي؟ عارف ليه؟ عشان المشكله في الناس. افهم يا عمر افهم. انت بعد كل اللي حصل عايز تقنعني ان انا احط ايدي في ايدك عشان تعقل. يا شكري عشان شافك. انت عرفتوا مكاني هنا ازاي؟ اخر واحد ممكن تساله السؤال ده هو انا. عيب عليك، هو في حاجه تخفى على الجهاز برضو؟ كنتوا عارفين ان انا عايش؟ في الاول صدقت وزعلت، بس بعد كده شكيت. كفايه لحد كده شكري، خدوه في مكان يليق بيه يا رجاله. يلا يلا. لقيتوا حاجة؟ لا يا سامح باشا مفيش حاجة. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لسيادتك كده مفيش أثر لأي حاجة، أو كان في حاجة هنا فحد شالها نقلها في حتة تانية. قبضوا على شكرة رؤوف بيه. عارف الخبر وصلني. طب والعمل؟ مفيش، كل واحد دلوقتي بقى مسؤول عن نفسه. انتوا بتبيعونا؟ احنا اللي اتبعنا،
واتبعنا رخيص كمان، كلنا بقينا على كف عفريت. بس لو واحد لقى قدامه طوق نجاة لازم ينط فيه من غير ما يتردد. أنا عن نفسي هطلع من هنا على المطار على طول. يعني إيه؟ كمال سليم كسب في الآخر؟ لفترة مؤقتة بس، إنما وإحنا برا هنناضل وهنطلع عينه لغاية ما نسترد حقنا. طب أنا عايز أسافر أنا كمان. إيه اللي ممكن تقدمه؟ اللي تطلبوه. عمر نصر لازم يموت حتى لو كان عايش وإيدينا ما طلتوش. يا باشا ما هو كان تحت إيدينا، بس دلوقتي تحت إيدين كمال سليم. المهم راس الحية اللي هو السبب في الحكاية دي كلها من الأصل. عارفه. ماله ده؟ عايزينه يسكت. وصيته دي. خلاص خلص وهتلاقيني حاجز لك تذكرة على نفس الطيارة. مسافة السكة يا باشا. ولاد من الجهاز عندنا راحوا بيت العسال، طلعوا الجثة ودفنوها في مكان تاني. أنا مش عارف أقولك إيه يا كمال بيه. اللي أنت عملته لمنى ورضوى ده جميلة مستعدة أدفع عمري تمنها. المهم إنك تعمل اللي يمليه عليه ضميرك، وأنا بثق فيك يا عمر. قبل ما أعمل اللي يمليه عليه ضميري ليه طلب واحد. أطلب؟ أفهم الحكاية من الأول. مين اللي أمر إن عمر نصر يموت؟ مين اللي مكمل دلوقتي وعايز يموت محمد مطر مرتين؟ ولو عرفت هتكمل؟ هقرر. قبل ما تنشر التحقيق في 2007 الأسرار اللي انت تعرفها قلتها لحد؟ صعب افتكر طبعا، مستحيل. انت قلت لحد، حد انت استأمنته، لكن هو ما كانش أهلا للأمانة. مين يا جمال بيه؟